السلام عليكم شباب وحلو والله. طالما كانت تحظى سلسلة ستريت فايتر باهتمام كبير من محبي ألعاب القتال واللاعبين، فهي السلسلة يلي انطلقت بنهاية الثمانينات ويلي تعتبر اليوم هي واحدة من أهم ألعاب القتال يلي موجودة بالساحة ويلي قدرت حققت نجاحات كتير كبيرة داخل اليابان وخارج اليابان، وتجاوزت مبيعاتها 49 مليون نسخة مباعة حول العالم من لما انطلقت السلسلة من 35 عام. ومع وعود شركة كابكوم بأنه راح تقدم محتوى مثالي راح يكون بالجزء السادس من لعبة ستريت فايتر هو الأفضل بتاريخ السلسلة على الإطلاق. ولحتى نحن نقدر ندخل بتفاصيل الموضوع أكثر ونحكي على اللعبة بشكل أفضل، فروح يا صديقي الكريم اعمل لك فنجان شاي أو فنجان قهوة، ولا تنسى أنك ترجع لعندي على القناة وتشرفني باشتراكك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يوصلك كل جديد. أنا محمد من قناة جيم إنسبكتر، ولكن خلونا نبلش بعد هذا الانترو. أحد أهم الأمور يلي كان يطالب فيها جمهور ومحبي سلسلة ستريت فايتر أنه شغل على محتوى اللعبة، لأن محتوى اللعبة كان ضعيف وقليل مقارنة بألعاب القتال يلي بتشبهه يلي من نفس النوع. فكان محتوى لعبة ستريت فايتر فعلا قليل وخاصة بالأجزاء السابقة، وكان الجمهور ومحبي لعبة ستريت فايتر مستائين من أداء ستريت فايتر نفسه. ولكن هالمرة قررت شركة كابكوم أن تستمع لرأي الجمهور، وقررت شركة كابكوم أن تعمل على المحتوى تبع اللعبة، فأضافت محتوى خلت اللعبة تسقل ويصير بمحتوى اللعبة غنى، فصار محتوى ستريت فايتر لعبة ستريت فايتر والجزء السادس منه غني ومليان بالمحتوى، وراح نحكي بالتفاصيل المحتوى واحدة واحدة. فعلى سبيل المثال المحتوى الأول اللي كان هو إضافة جديدة وكليا على لعبة ستريت فايتر هو محتوى أو تور الورد تور، يلي هو عبارة عن عالم مفتوح بيخليك تمشي بأرجاء عالم لعبة ستريت فايتر وتصمم شخصيتك. ولكن تصميم الشخصية هون أنا فعلا تفاجأت أنا عم صمم الشخصية، فتصميم الشخصية أنا ما شفته بأي لعبة مشابهة، معتنيين بأدق التفاصيل، معتنيين بكل تفصيل أنت عم تصمم الشخصية لحتى تكون متماشي مع أنت ما ترغب. هذا النمط اللي هو نمط الجديد الورد تور مع الساعات الاولى اللي انت راح تلعب فيه راح تحسه قريب على العاب الار بي جي. ليش؟ لانه انت ماشي خلال عالم اللعبه او داخل عالم اللعبه ممكن انك تتفاعل مع اي شخصيه ممكن تشوفها بالشارع، اما انك تتفاعل معه او تدخل بقتال معه. طبعا هذا القتال راح يعطيك نقاط اكس بي، هالنقاط الاكس بي راح تستفيد منها انك تطور خبراتك عن طريق شجره مهارات انت بتقدر تنوميها وخصائص قتاليه بتقدر انت تفتحها لحتى يصير شخصيه البطل تبعك خاص. فهذا الشيء انت بتحسه بالبداية مع الساعات الاولى يلي بتقضيها باللعبة انه هو شبيه جدا بالعاب الار بي جي، وهذا انا ما عم بحكي انه هي نقطة سلبية، لا بل هي نقطة واحد اهم النقاط الايجابية بالجزء السادس من ستريت فايتر. فهيك هذا الامر الجديد اللي كان كليا مضاف الى اللعبة انا كتير حبيته، وفعلا حتقضي ساعات بهيدا الطور انت ومستمتع، انت عم تلعب بمحبة وعم تطلع، وحتى عالم اللعبة مليان حيوية، مليان اجواء، مليان اشياء ممكن انت تقدر تعملها، ورح نحكي عن بعض الامور اللي ممكن انت تعملها داخل عالم اللعبة. ولكن بعد ما يعني تصمم الشخصية وتزيد النقاط الاكس بي، الهدف تبعك انه هو يصير لك صيت بقلب الشارع وتصير مقاتل عالمي، مقاتل جيد عالمي داخل عالم اللعبة الافتراضي، وهذا الامر فعلا فعلا حلو وجيد. وهون في نقطة انا بدي نبه عليها وهي حلو كتير وخلتني انا
مبسوط انا وعم العب اللعبه او انا وعم استكشف العالم. استكشاف العالم في شغلتين حلوين كتير، ممكن انك تصادف مقاتلين مميزين وهدول المقاتلين تدخل معهم بمعركه وانك تتغلب عليهم، فراح يعطوك نقاط اكسبيرينس عاليه جدا من خلالها حتلاقي مستوى البطل تبعك تطور بسرعه كتير كبيره، وحتى شجره المهارات اللي موجوده عندك رح تلاقيها ايضا رح تتطور بطريقة كتير كبيرة، وراح تعطيك أيضا هاي القتالات مكافآت مجزية تقدر تستفيد منها داخل اللعبة. الشغلة الثانية اللي كمان عجبتني داخل عالم اللعبة إنه في إنك تبحث عن بعض الصناديق اللي إيه فيها الصناديق فيها الكنوز، وهالكنوز فيها إما معدات وإما نقاط إكسبرينس وإما مشروب طاقة أو أطعمة معينة تقدر كمان تستفيد منها. فكان البحث على هاي الأمور أو المقاتلين المميزين أو هاي الكنوز هو أيضا متعة بحد ذاته داخل عالم اللعبة يلي مليان حيوية. فطبعا بالإضافة إلى المهمات الرئيسية والمهمات الجانبية يلي أنت ممكن تعملهم بعالم اللعبة. فهذا الطور أنا بالنسبة لي وبقدر قيمه، فأنا بعطيه تقييم 10/10 لأن ما شفت مثله بأي لعبة قتال لحد هلأ. فعن جد كان غني وكان ممتع جدا، وحتى ما حسيت انا وعم ملعب بهذا الطور انه انا يعني ملات. ممكن تلعب 5 ساعات متواصله او 6 ساعات متواصله بهذا الطور بدون ما تشعر بالملل، وهذا الشيء اكثر شيء خليني فرحان انا وعم جرب اللعبه. الجزء السادس من ستريت فايتر ما اكتفى انه يقدم لنا طور واحد ليجلب المتعة الكافية للاعبين، انما قدم طور تاني بعنوان الباتل هاب. ففكرة الباتل هاب بسيطة جدا، هو مكان بيجتمع فيه اللاعبين لحتى يتبادلوا بعض الانشطة الصغيرة، وهي قتالات اركيدية او تجربة بعض الالعاب الاركيدية او حتى مشاهدة بعض المعارك الاركيدية يلي انت ممكن تشوفها عن طريق الشبكة وتتفاعل مع بعض الاصدقاء. هذا الطور الباتل هاب منه هو الطور لحتى يكون تنافسي بقدر ما هو طور لحتى انت هيك تموع عن نفسك، تتشارك مع الاصدقاء او مع بعض اللاعبين بعض الامور بعض القتالات، تتفرج على نزالات وتشوف طريقه لعب بعض الناس. فهذا هيك يعني انا بالنسبه لي حسيته للمتعه ما اكثر ولا اقل، ولكن هو محتوى ممكن الناس اللي عم تدور على المتعه او عم تدور على ان كيف تطور اسلوب القتال تبعك، تشوف لاعبين تانيين كيف عم يلعبوا، فممكن انك تتعلم من بعض الاصدقاء الموجودين على الشبكه اونلاين كيف بيلعبوا، ممكن تشوف مباريات لناس محترفين تتعلم من اسلوب القتال. فهو انا حسيته يعني اكثر هو تبادل خبرات وتبادل معرفه مع اللاعبين، يعني هذا رايي الشخصي فيه، ولكن فيه متعه. ولكن ما بظن القائمين على الجزء السادس من لعبة ستريت فايتر كانوا مصممين على انه يكون المحتوى بقلب اللعبة كبير ومتنوع ويلبي رغبات اللاعبين ويكون جامع لجميع اللاعبين، سواء كان من الناس القدامى اللي بيحبوا هاي السلسلة وبيعرفوها وبيعرفوا الشخصيات اللي موجودة فيها ومتعلقين فيها من الماضي، او سواء كان ناس جدد على هاي السلسلة ولأول مرة عم يلعبوا ستريت فايتر. فيبدو انه كان فعلا الاستديو او شركة كابكوم والقائمين على سلسلة ستريت فايتر وخاصة الجزء الثالث مصممين على هذا التوجه، انه يجمعوا اكبر قدر ممكن من اللاعبين ليجربوا لعبتهم ويكونوا مستمتعين.
فكان طور الفايتنج جراوند هو احد الاجزاء الجديده كليا على السلسله، وفكره هذا الطور هو انك انت تختار شخصيه من شخصيات القابله للعب بهذا الطور، وانك تمشي بقصه كرتونيه تتعرف فيها على الشخصيه وعلاقتها مع الشخصيات. وهذا الطور فعلا انه ممتع ولا يقل المتعه عن الطور يلي قبله يلي هو الورد تور، وممكن انك تقضي فيه ساعات طويله انت عم تتعرف على شخصيات اللعبه بطريقه كرتونيه مرسومه بالايد ولكن حلوه، وانك تتعرف على الشخصيات وعلاقتها مع الشخصيات، سواء كنت من اللاعبين القدامى يلي بيحبوا السلسله وبيعرفوها، فهذا الطور رح يخليك مستمتع انت عم تتعرف على شخصية اللي اصلا انت بتحبها، وسواء انت كنت من اللاعبين الجداد يلي بعدهم جداد، فهذا بيسمح لك انك تتعرف على شخصيات اللعبة بشكل اكبر وبشكل اعمق، وانك تقدر تتفاعل معهم، وانك تكون فكرة اساسية عن الشخصيات يلي موجودين داخل لعبة ستريت فايتر. هذا الطور فعلا هو احد الاطوار اللي فيها ايضا متعة، حيث ان النزالات اللي فيها بتقدم ما بين 5 ل 12 على حسب اختيارك، وبين النزال والتاني في قصة لها علاقة بالشخصية اللي انت اخترتها، وفعلا في متعة. حتى القتالات اللي موجودة داخل هذا الطور هي قتالات حلوة وقتالات ممتعة، والجيم بلاي فيها سلس وسريع، يعني ما حتحس حالك انه انت عم تلعب ولكن عم تلعب ممل، وفقط الهدف انه انا اتعرف على الشخصية وعلاقتها مع الشخصيات، لا، انت حتكون مستمتع بالشخصية اللي انت عم تلعب فيها واللي انت اخترتها، وراح تقدم لك اللعبة محتوى فعلا دسم وغني. يعني بهذا المحتوى اللي موجود بلعبة ستريت فايتر الجزء السادس، فعلا ما راح تلاقيه لحد الان باي لعبة قتال موجودة على الساحة حاليا. نظام اللعب والجيم بلاي بستريت فايتر الجزء السادس هو نظام جديد كليا اضافته شركة كابكوم على اللعبة بعنوان درايف جيج. هذا الدرايف جيج بالبداية راح تلاقيه بصراحة شوي صعب ومتعب انك تتأقلم معه، ولكن مع التكرار ومع دائما انك دخولك بالنزالات راح تتعود عليه، وتصير انك تقدر تنفذ حركات الدرايف امباكت. الدرايف امباكت هي عبارة عن كامبو بتتألف من 3 ضربات، ولكن 3 ضربات خاصة، بعد ممكن اللاعب تبعك يعمل ضربة قاضية يوجهها الى الخصم، وهذا الاسلوب فعلا ممتع راح يخليك فعلا مستمتع. وكل ما تدخل بنزاعات وصراعات اكثر وتأقلمت مع نظام اللعب، كل ما حتكون انت محترف اكثر، وهذا الشيء بيعتمد على اسلوب لعبك. فسواء انت كنت من النوع يلي بيحب الهجمات السريعة والمهاجم بشكل اكبر خلال وقت المعركة، او انت من الناس يلي بتحب الدفاع والاستغلال الوقت المناسب وتوجيه الضرب القاضية للخصم، فالدرايف كيش هو بيعتمد على اسلوب لعبك انت واختيار الشخصية يلي بتناسب لعبك وتتماشى مع اسلوبك. فهذا الدرايف كيش انا برأيي كجيم بلاي كنظام لعب فعلا كان ممتع، وفعلا يعني حتى انت عم تلعب اللعبة بتحس انه هو مع الوقت رح يصير امر سلس. الخلاصة، ستريت فايتر الجزء السادس كما وعدت شركة كابكوم انها رح تقدم محتوى ضخم وكبير، وفعلا محتوى اللعبة ضخم وكبير وفي كتير نشاطات الواحد ممكن يعملها، غير نظام الورد تور والفايتنج كلاب يلي كتير ممتعين، كمان انها قدرت قدمت جيم بلاي ممتع على صعيد الكامبو، تنوع الحركات مع تنوع الشخصيات، ونظام قتال جديد كليا اضاف الى اللعبة نكهة خاصة خلتها تكون واحدة من احد اهم العاب القتال، وربما تنافس على عرش العاب القتال بهذا الجيل الحالي. ستريت فايتر الجزء السادس هو يمكن القول عنه انه هو فعلا احد افضل اجزاء السلسلة، ويمكن هو افضل جزء بالسلسلة لحد الان من دون اي منازع. ولهون اصدقائي انا بدي انهي الفيديو، فاذا انت اول مرة بتشوف القناة فياريت تتشرفني باشتراكك بالقناة، تفعيل جرس التنبيهات حتى يوصلك كل جديد، واذا عجبكم الفيديو يا شباب لا تقصرون بالدعم باللايك والشير لاكبر عدد ممكن من الاصدقاء، وان كنتوا تتركوا لي تعليقات حتى نتفاعل مع بعضنا بالتعليقات. من هون لوقت فيديو جديد مراجعة جديدة، انا محمد من قناة جيم انسبكتور، وبتمنى لكم اوقات حلوة وايام حلوة واوقات سعيدة، ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is Bosch. He signed up with the same regimen you are.